السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير. هانيه، هذه واحد 1200، واحد البقعه فيها 1200. ها هي داير بها السور جوج. ها هي، ها هي 1200. جات واحد الموقع رائع، كاين ما بين غمات وتراكوريكا. كيلومتر 26 من تراكوريكا، تدخل على اليسار واحد جوج كيلومتر، داخله من البيست واحد 400 متر. ها هي، وفيها الزيت ومدير بها الصوت، تبارك الله. انتم معنا الاخوان كيف العاده، وملكيه عدليه. المهم، اذا الوراق عند العدل على ما اظن. انتم الاخوان، هاي شتيها، فيها الطول وزينه مربعه، يعني فيها الطول ومقاده. هاي شتيها، وهنا غير الكرم، غير الفيلات اللي تيكون هنا ديال 1000 متر الفوق. انتم الاخوان شتي، وهنا هنا راه قري فيه الماء. هنا كاع الا بيتي تحفر البير، الا بيتي تحفر البير، كاين يعني هنا ما بين 18 متر و 16 راه كاين الماء. ها هما الاخوان، راه الباب ديالها راه مفاس معايا، راه هذاك هو الباب اللي على الطريق. الدورة قريب، الدورة قريب الضو. المهم الاخوان، كيف العاده، اللي مهتم بغى يشوفها مرحبا، يجي يشوف ويشوف بعينيه ويتاكد، باش ما يقولش حنا راه غير كندوي، ولا بينا غير يعني نطلعوا القناه، ولا غير هادشي اللي تنحط انا راه تنحطو يعني 100% صحيح، ما كاين غرام ديال الكذوب ولا. والحمد لله هاد القناه انا ديالي دايرها على قبل العقارات، ما دايرش ما دايرهاش يعني للربح ولا. الحمد لله. انتم الاخوان راه تشوفوا، المهم كيف العاده الاخوان، اللي شاف الفيديو وعجباته يتصل بيا في النمره ديالي، غنحطها تحت الفيديو. ومرحبا، فيها 1200 متر، ملكيه عدليه، جات في واحد الموقع رائع جدا، الكالم والهدوء، داخله من القدرون 300-400 متر بيست، ولكن بيست بحال القدرون، يعني ما كاينش الغيص، ما كاينش. هما الاخوان، المهم الاخوان الله يستر للجميع. ومرحبا، اللي بيجي يشوف مرحبا، واللي مهتم يتصل بيا في النمره ديالي، راه النمره فيها الواتساب، اللي قال لي ما باش يتصل بيا راه يدوز الواتساب، يدخلها ويدوز الواتساب، راه داير عندي فيها الواتساب. هيا الاخوان، الله يسر، الله يسر للجميع، ويسر ليا ويسر لجميع المسلمين. انتم الاخوان، حاجه فواحد الموقع رائع جدا، الله يسر.